وصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاته مع المستثمرين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها ومتابعة إجراءات استغراق التراخيص الصناعية. قام الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعقد لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أكد الوزير على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، كذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. كما عقد الوزير لقاء موسعا مع ممثلي 81 منشأة صناعية لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كل سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين والملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة، وكذلك التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.